بار كونتر تنجم نشوفوك مدرب بفرق منافسه لكلوب لاسبيرونس ليتوال مثلا. لا اسبيرونس لا ما توتينيش اسبيرونس جمعيه كبيره مش محتاجت لي. واسبيرونس تعطي عندها معناها تمشي انه تعطي اولادها الشبان تعطيهم ديما فرصه. التاريخ يثبت مش محتاجتني ترجي ولا انا محتاج ترجي وما توتينيش حتى في مستحيل. لا مستحيل. مدرب محترف؟ لا الا في هذا يعني الا في حب الكلوب مش محترف. تشوفها خيانه معناها؟ هي خيانه مش تشوفها خيانه هي خيانه بطبيعتها. ليتوال؟ لا ليتوال لا. علاش؟ لا ليتوال لا. ليتوال انا تقول لي انا نحكي منين تربيت. ترجي نحترمها وعمري ما كان عندي مشكله ونمشي بارك اكسبيرونس ما عنديش مشاكل مع الترجي. لكن في هذه يا سيدي اضعف الايمان انه يحترموني انا كلوبيست انا من مش ماذا ما نحبش ما نجمش وما ينجموش. يا سيدي هاو بالعكس انا نتشرف بالترجي الرياضي جمعيه كبيره ومن ضمن الاشياء اللي لازم تكون موجوده في الكره التونسيه الترجي. اما انا كلوبيست ما نجمش ما نجمش ما حتى المليون ما يوتينيش.